السلام عليكم، مرحبا في قناة منى مدربة سواقة في أبو ظبي. أشكر جميع المشتركين والمشتركات على الدعم، وأشكر المشاهدين الجدد على المشاهدة. الحين طبعا هالفيديو خصصناه بالضبط طريقة لفة المقود في اليوتورن جزيرة الضيقة. عاوزين نركز على الإيدين في المقود على بركة الله. طبعا احنا في وضعية الوقوف في مكان يعني جانب الباركين جانبي. اشيك على اليسار ما في حدا، اطلع. بسم الله. اغير مساري الى اقصى اليسار زي ما بتلاحظون. انا رايحة الحين على جزيرة ضيقة، انا شرحتها سابقا في فيديو سابق في القناة. فالحين دائما اخلي اخر جزيرة على الكتف كامل يسار، وخلي ايدي يفك. بنركز اكثر شيء على الايدين في المقود لو سمحتي. فانا بلف الحين على الوسط، بعدين اعدلها شوي شوي، ما اخلي السيارة تروح مني يمين يسار. حنعيدها مرة ثانية لو سمحتوا، ودائما احافظ على ايدي 10 و10. مراية وسط، مراية اليسار، نظرة الكتف، اشارة، ارجع لاقصى اليسار عشان اعمل يوتر جزيرة ضيقة. هاليوتر يعتبر في وسط الطريق زي ما بتلاحظون. دائما الجزيرة اخر جزيرة على الكتف، كامل يسار اوقف، اجباري قف ولو طريق فاضي. ركزي لي لو سمحتي على الايدين في المقود. الحين انا حلف ايدي كده، بعدين ارجع كده شوي شوي. وطبعا دوسة البترول كيف خفيفة، شوية اشيل عشان اتحكم في المقود. اعيد مرة ثانية، وان، مراية وسط، مراية اليسار، نظرة الكتف، اشارة يسار، واروح على اقصى اليسار، اعمل يوتر. في طالبات عندي عندهم مشكلة في لفة المقود عند الدخول على الجزيرة، عشان كده انا صورت هالفيديو. دائما التزم ب اصور ايدي في المقود لو سمحتي. اسراء حاولي تركزي لي على ايدي في المقود، اوكي؟ فانا الحين مقود لفاه كامل يسار، انتظر انه الطريق تفضى وبعدين بدخل على المسار الثاني، صح اسراء؟ طالبتي اسراء هي بتصور وانا بسوق عشان اشرح بالضبط. الحين اطلع، حاولي ايدي تركزي عليهم. طبعا اعدل مرة ثانية شوي، لاحظوا معي ايدي في المقود، عطي بنزين، بعيد مرة ثانية. حكرر هذا الموضوع لانه بهم كثير طالبات مبتدئات. مراية وسط، مراية اليسار، نظرة الكتف، اشارة يسار، ارجع الى اقصى اليسار. تبوا معي لو سمحتوا على ايدي في المقود، خفض سرعتي. طبعا مراية وسط قبل الضغط على الفرامل دائما. موضوعنا بنركز اكثر شيء على اللفة. الحين كتفي على اخر جزيرة والف كامل، اوقف عشان علامة قف اجباري، بعدين اركز لو سمحتي اسرع على ايدي في المقود. شوف ايديا، اعطي بنزين شوي شوي، بعدين ارجع. 1 2 فيري ايزي، كتير سهل باذن الله. طبعا هعيد مرة ثانية، مراية وسط، مراية اليسار، نظرة الكتف، ارجع الى اقصى اليسار. أعيدها، لازم أكررها عدة مرات عشان المشاهدات يستفيدون إن شاء الله بإذن الله. المشاهدات والمشاهدين، ما ننسى المشاهدين كمان. كامل يسار ووقف، ضروري إجباري أوقف، إيدي من فوق، أعطي بنزين، شوية بنزين ضروري، بعدين أحس السيارة مستقيمة أعدل. 1 2 بحيث ما أطلع من الخطوط اللي هي تحدد المسار، زين؟ بعدين مراية وسط، مراية اليمين، نظرة الكتف، إشارة يمين، وأرجع على اليمين زي ما بتلاحظون. بعدين مراية وسط، أضواء الخطر، أخفف سرعتي مع مراقبة المرآة الوسط، بعدين مراقبة المرآة الجانبية اليمنى بحيث أترك مسافة كافية بيني وبين الرصيف محاذاة للسيارة. طبعا هالفيديو خاص لليوتر جزيرة الضيقة، وضعية ايدي في المقود. وهذا طبعا تحت طلب مجموعة من الطالبات المشتركات عندي في القناة.
أشكركم على المشاهدة وأشكركم على الدعم، وأشكر جميع السكان طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم وعلى المقيمين داخل هذه الدولة الحبيبة، وأتمنى لكم التوفيق. معكم السيدة منى مدربة سواقة في أبو ظبي، إلى اللقاء.